بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم الفانكشنز مفهوم أساسي لازم تكون كل الناس في البرمجة عارفاه. ساعات بيسموه فانكشنز، ساعات بيسموه سب روتينز، ساعات بيسموه بروسيجرز، ساعات بيسموه ميثودز. كل المسميات دي مسميات دارجة مع الفانكشنز، مع بعض الاختلافات في بعض اللغات. يعني في بعض اللغات تقول لك لا، السب روتين ما بيريتيرنش فاليو، الفانكشن بتريتيرن فاليو، مش عارف ايه كلام زي كده. على العموم يعني ايه فانكشن؟ خلينا نتكلم بشكل عام الأول. الفانكشن هي عبارة عن برنامج قصير، خلاص، برنامج قصير بيؤدي وظيفة، المفترض ان هو بيؤدي وظيفة، خلاص، برنامج قصير يؤدي وظيفة، مجموعة من الأوامر. أي برنامج بيبقى ليه inputs، دي بنسميها parameter، وبيبقى ليه outputs، دي بنسميها return value، خلاص، ومن جوه شوية أوامر. يبقى الفانكشن دي ليها، لازم يكون ليها نيم، لازم يكون ليها ايه؟ نيم. فأنا عندي فانكشن، يعني مجموعة من الأوامر هديها اسم، خلاص، وممكن يكون لها inputs، ممكن يكون لها outputs، ممكن ما يكونش لها inputs، ممكن ما يكونش لها outputs، وليها مجموعه، وهي عباره عن مجموعه من الاوامر البرمجيه. بنديها اسم عشان يبقى الاوامر البرمجيه دي مسماه، بحيث ان انا من اي منطقه تانية انادي على اسم الفانكشن دي، فكل الاوامر اللي كانت موجوده جوه الفانكشن تشتغل مره واحده. فبديتها ايه؟ اديتها اسم، وبقدر انادي عليها ترن لي كل الايه؟ الاوامر اللي جواها.